السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا حبايبي تلاميذ مدرسة عشدار الابتدائية الأهلية، المادة رياضيات للصف السادس الابتدائي، معلمة المادة رويدة علي. أهلا وسهلا بكم حبايبي الحلوين. حبايبي، درسنا لهذا اليوم هو شرح رسم الدائرة ومحيط الدائرة من صفحة 110 إلى صفحة 113، وأيضا سوف نأخذ اليوم حل تمارين 6-1 صفحة 114. نبدأ الآن نتعرف ونتذكر على الدائرة. الدائرة راح يكون رسمها بهذا الشكل، وطبعا من نرسم الدائرة باستعمال المسطرة والفرجال، باستعمال المسطرة والفرجال. هذه الدائرة، أجزاء الدائرة، خلونا نتذكرها سوية. أولا أجزاء الدائرة هو المحيط، أولا لأجزاء الدائرة هو المحيط، هو الإطار أو الحافة الخارجية التي تحيط بالدائرة، هو الإطار الخارجي أو الحافة الخارجية للدائرة. إذن هذا هو المحيط، تشوفون هذا هو المحيط، هو الإطار، هو الإطار أو الحافة الخارجية للدائرة. إذن هذا هو المحيط. وراها نأخذ المركز. المركز راح تكون نقطة، هذا هو المركز، مركز الدائرة. هو شنو المركز؟ هذا المركز هو نقطة تقع وين؟ أعلى أم أسفل؟ أم يمين أم يسار؟ لا، تقع في وسط الدائرة. مركز الدائرة هو نقطة تقع في وسط أو منتصف الدائرة. وطبعا للمركز نرمز له للحرف ميم، بالمركز نرمز له بالحرف ميم. وراها هسه هذا هو المحيط، هو الحافة الخارجية للدائرة. هذا هو مركز الدائرة، هو عبارة عن نقطة تقع في منتصف الدائرة. وراها نأخذ هذا هو قطعة المستقيم، لكن هاش فيها قطعة المستقيم، هذا نسميه القطر، هذا نسميه القطر. هو عبارة عن قطعة مستقيم تنصف الدائرة. شكو عندنا قطر؟ هو ينصف الدائرة. إذن القطر هو عبارة عن قطعة مستقيم تنصف الدائرة، يعني تقسم الدائرة قسمين متساويين. إذن القطر هو عبارة عن قطعة مستقيم تنصف الدائرة. زين، وأهم شيء طبعا بالقطر أنه لازم يمر بالمركز، أهم شيء بالقطر أنه لازم يمر بالمركز، نقطة المركز. وراها نأخذ من نقطة المركز إلى أحد نقاط المحيط أو أحد نقاط منحني الدائرة، هذا نسميه نصف القطر. تشوفون نصه، هذا كله قطر كامل، إذا أريد نأخذ نصه هذا راح يكون نصف القطر، هذا أيضا نصف القطر، إذا كله يصير قطر كامل، أما إذا جزء من عده بجزء من عده نصف القطر. إذن نصف القطر مثلا، وطبعا هاي مطينا احنا عليها وحلينا النشاط عند كل الشعب، وهو من يكون هنا نصف القطر نفرض 8، كل القطر شقد؟ يعني 8 × 8 شقد يصير؟ كل القطر يصير 16. اذا هنا نصف القطر هو عبارة عن 6، كل القطر شقد؟ اذا نصف القطر 6، اذا يعني هنا 6 وهنا 6، أو الستة معناتها مضروبة في 2، يعني كل القطر يساوي 12، وهكذا. إذن حبايبي، إذن نعيد أجزاء الدائرة، عندنا هذا الإطار الخارجي هو محيط الدائرة، عندنا نقطة تقع في منتصف الدائرة نسميها المركز، عندنا قطعة مستقيم تمر بنقطة المركز، هذا هو عبارة عن القطر، نرمز له بالحرف قاف. زين، نصف القطر هو قطعة مستقيم، ده شوفون قطعة مستقيم تربط بين المركز وأي نقطة على منحني الدائرة، ونرمز لنصف القطر بنون قاف، نون قاف. بعد آخر شيء عندنا الوتر، آخر شيء عندنا الوتر، هو عندنا هنا طبعا النقطتين ألف باء. زين، الوتر هذا هو الوتر، هذا هو وتر، هذا الوتر هو تشوفون هو نقطة لو قطعة مستقيم الوتر،
هذا الوتر هو نقطة أم قطعة مستقيم؟ الوتر هو عبارة عن قطعة مستقيم تربط بين نقطتين، لكن أهم شيء بالوتر أنه يكون غير مارا بالمركز، يعني لازم ما يمر بالمركز. تمام حبايبي؟ إذن عندنا محيط الدائرة، عندنا إناء القطر هو عبارة عن قطعة مستقيم تنصف الدائرة إلى قسمين متساويين، عندنا نصف القطر هو عبارة عن قطعة مستقيم تربط بين المركز وأي نقطة على منحني الدائرة، عندنا الوتر هو عبارة عن قطعة مستقيم يربط بين نقطتين، أهم خطوة بها إنه يكون غير مارا بالمركز. وطبعا مساحة الدائرة هذا كله باللون الأزرق هو عبارة عن مساحة الدائرة. زين، أهم قانون عندنا هو عبارة عن القطر يساوي نصف القطر في اثنان، القطر يساوي نصف القطر في اثنان. يعني هنا نفس ما أنا قلت لكم، أعطيتكم أمثلة من يكون كل القطر، نفرض كل القطر هنا 10، نصف القطر يعني ايش قد؟ هنا 5 وهنا 5. زين، إذا نصف القطر هنا 4، كل القطر ايش قد؟ يعني الأربعة مضروبة في 2، 4 مضروبة في 2، إذا نصف القطر 4 كل القطر يصبح 8. إذا هذا هو القانون، هو احنا هذا الفصل جدا سهل، بيه 3 قوانين، بيه قانون القطر محيط الدائرة وقانون أيضا مساحة الدائرة فقط. هذا أول قانون هو قانون القطر ويساوي نصف القطر في اثنان، وواضح أصبح هذا القانون وجدا سهل. الآن نبدأ حبايبي برسم الدائرة. طبعا للرسم احنا نحتاج الفرجال والمسطرة. ملاحظة نعتمد، زين على شنو احنا راح نعتمد برسم الدائرة؟ راح نعتمد على نصف القطر، راح نعتمد على نصف القطر. فانتبهوا مرات يجيب لكم بالسؤال القطر، فانتوا لازم تطلعون نصف القطر، احنا لازم نطلع نصف القطر. اذا لرسم الدائرة نعتمد على نصف القطر. نبدي اول شيء، هنا عندنا لرسم دائرة نصف قطرها 2 سنتيمتر نتبع الخطوات. اول شيء من اريد ارسم دائرة نصف قطرها 2 سنتيمتر، اول شيء افتح الفرجال فتحة مقدارها 2 سنتيمتر. طبعا شلون افتح الفرجال بفتحة 2 سنتيمتر؟ باستعمال المسطرة. هاي عندنا مسطرة ونبدأ من بداية المسطرة، يعني من الصفر ونبدي نفتح الفرجال الى 2 سنتيمتر، نبدي نفتح الفرجال الى 2 سنتيمتر. اذا اول خطوة، طبعا برسم الدائرة تكتب الخطوات، يعني مو بس ترسمون دائرة، لا تكتب الخطوات وهي نقطتين. اولا نفتح الفرجال فتحة مقدارها 2 سنتيمتر، ثانيا عندنا هنا تشوفون حبايبي نثبت، اثبت احد رأسي الفرجال في نقطة، في اي نقطة تمثل هاي النقطة المركز الدائرة، بعدين ارسم بواسطة الرأس الثاني او الرأس الاخر الدائرة، نرسم بواسطة الرأس الثاني الدائرة. اذا اول خطوة احنا نفتح الفرجال بفتحة مقدارها 2 سنتيمتر، ثاني خطوة نثبت احد رأسي الفرجال ثم يعني بأي نقطة تمثل المركز، ثم نرسم بواسطة الرأس الثاني الدائرة. وإحنا من نستخدم الرسم ومن نريد نرسم ما نلزم القلم، لا رأس الفرجال ونبدي نكون يعني على شكل دائرة، لو في يعني نكون على شكل دائرة. هاي بالنسبة لخطوات رسم الدائرة، خطوات جدا سهلة وبسيطة. نفتح الفرجال بفتحة مقدارها 2 سنتيمتر، وراها نثبت أحد رأسي الفرجال في نقطة تمثل المركز، ثم نرسم بواسطة الرأس الثاني الدائرة. هاي ذني الخطوات. الآن ننتقل إلى نشاط رقم 1، أرسم دائرة نصف قطرها 5 سنتيمتر. هاي طبعا نشاط صفحة 111، هذا النشاط يكتب ويرسم في الدفتر، هذا النشاط يكتب ويرسم في الدفتر. احنا اخذنا ملاحظة من اني اريد ارسم الدائرة نعتمد على نصف
القطر. نريد احنا نرسم الدائرة نعتمد على نصف القطر. الآن نبدي أول خطوة، نفتح الفرجال بفتحة مقدارها ايش قدينا عندنا 5 سنتيمتر. إذا أول خطوة نفتح الفرجال بفتحة مقدارها 5 سنتيمتر، عندنا هاي المسطرة. نجيب الفرجال من بداية المسطرة، من بداية المسطرة يعني منا من العدد 0 إلى 5 سنتيمتر. نحدد بعد الفرجال، نحدد بعد الفرجال. وراها شو نسوي؟ وراها نثبت الفرجال، نثبت الفرجال بأحدى النقاط تمثل المركز، ثم نرسم بواسطة الرأس الثاني الدائرة. إذن هذه هي حل نشاط رقم 1 وخطوات رسم الدائرة. أول خطوة إنه إحنا نفتح الفرجال بفتحة مقدارها 5 سنتيمتر باستعمال المسطرة. ثاني خطوة إحنا هنا نثبت أحد رأسي الفرجال في نقطة تمثل المركز، ثم نرسم بواسطة الرأس الثاني الدائرة. وهذني الخطوات، خطوتين جدا سهلات. هذا هو حل نشاط رقم 1. ننتقل إلى نشاط رقم 2، أرسم دائرة قطرها 7 سنتيمتر. أرسم دائرة قطرها 7 سنتيمتر. الآن تلاحظون هنا مطينا القطر، هنا مطينا القطر. زين إحنا أخذنا ملاحظة إنه إحنا نعتمد على رسم الدائرة نعتمد على نصف القطر، نعتمد على نصف القطر. إذن يجب أن نستخرج نصف القطر، يجب أن نستخرج نصف القطر. إحنا أخذنا علاقة وقانون إنه القطر يساوي نصف القطر في 2، إنه القطر يساوي نصف القطر في 2. زين إذا إحنا نريد نطلع نصف القطر شلون؟ لازم هنا نقول نصف القطر يساوي القطر تقسيم 2، يعني عكس العملية. إحنا كنا ناخذ قانون، القانون الأساسي هو القطر يساوي نصف القطر في 2. زين إذا إحنا نريد نطلع نصف القطر عكس العملية، القطر تقسيم 2، القطر تقسيم 2. إيش قد هنا عندنا القطر 7 تقسيم 2، يعني 7 نقسمها بالنص، 7 نقسمها بالنص يصبح 3.5، يصبح 3.5، لأن كل القطر للدائرة هو 7. نص 7 إيش قد؟ 3.5. نص 7 هو 3.5. إذن هاي طلعنا إحنا نصف القطر، لأن إحنا نعتمد برسم الدائرة على نصف القطر. الآن نبدي بالخطوات، نفتح الفرجال فتحة مقدارها 3.5 سنتيمتر. هاي عندنا باستعمال المسطرة، نبدي هذا عندنا الفرجال، نفتح الفرجال بفتحة مقدارها هذا، شوفون حبايبي هنا عندنا هاي 3 وهذا النصف، هاي 3 وهذا نصف 3. إذا من بداية المسطرة إلى 3.5، إذا نفتح الفرجال بفتحة مقدارها 3.5. ثانيا نثبت أحد رأسي الفرجال في نقطة تمثل المركز، ثم نرسم بواسطة الرأس الثاني الدائرة، نرسم بواسطة الرأس الثاني الدائرة. طبعا انتو حبايبي هاي مو انتو هنا ترسموا لي الفرجال ولا ترسمون المسطرة، مجرد شلون انتو راح تكتبون رسم الدائرة؟ اول شي تكتبون النقاط الثنين وراها ترسمون الدائرة، ترسمون دائرة وحدة، تكتبون النقاط الثنين وراها يعني نقطة رقم 1 نقطة رقم 2 تكتبون وراها ترسمون دائرة وحدة، يعني مو ترسمون هنا الفرجال ولا ترسمون المسطرة، مجرد النقاط تكتبون الاثنين النقطتين وراها ترسمون الدائرة حسب الخطوات، ترسمون الدائرة حسب الخطوات. واضح حبايبي؟ نفتح الفرجال فتحة مقدارها 3.5، وراء الخطوة الثانية نثبت أحد رأسي الفرجال في نقطة تمثل المركز، ثم نرسم بواسطة الرأس الثاني الدائرة. خطوات جدا سهلة وبسيطة، انتو فقط تكتبون الخطوات وترسمون دائرة، فقط تكتبون الخطوات وترسمون دائرة حسب الخطوات.
الآن ننتقل إلى محيط الدائرة. الآن ننتقل إلى محيط الدائرة. موضوع هذا بعد أسهل جدا، سهل وبسيط. محيط الدائرة قانونه هو عبارة عن القطر في باي، هو عبارة عن القطر في باي. يعني الباي شلون تكتبوها؟ مثل الحرف تي وبيها خط آخر، مثل الحرف تي وبيها خط آخر. إذن هذا هو قانون محيط الدائرة، قانون جدا سهل وبسيط. محيط الدائرة يساوي القطر في باي، يساوي القطر في باي. زين القطر احنا عرفناه. زين باي يعني شنو؟ باي هو نسبة ثابتة، باي هو نسبة ثابتة وما تتغير أبد. إلها قيمتين، إلها قيمتين للباي، وهو 22 على 7، أو القيمة الأخرى هي 3 عدد صحيح فارز 14. الباي إلى قيمتين، أما 22 عدد صحيح على 7 أو 3 عدد صحيح فارز 14. زين ذني القيمتين ثابتة وحفظ، ذني القيمتين ثابتة وحفظ وما تتغير، هي قيمتين ثابتة. زين إيش وقت زين نستخدم هاي القيمتين؟ إحنا براحتنا نستخدم أي قيمة تعجبنا؟ لا، هنا ماكو براحتنا، لا، هنا نستخدم هذا الكسر اللي هو 22 على 7 في حال كان عندنا القطر رقم أحد مضاعفات العدد 7، يعني رقم موجود في جدول ضرب العدد 7، نستخدم هاي القيمة. وبقية الأعداد نختار هاي القيمة اللي هي 3 عدد صحيح فارزة 14. واضح حبايبي؟ من يكون عندنا القطر، من يكون عندنا القطر رقم موجود جدول ضرب العدد 7، نختار هذا القيمة اللي هي 22 على 7. أما بقية الأرقام نختار 3 عدد صحيح فارزة 14. هذا هو محيط الدائرة، عبارة عن قانونه القطر في باي. من يكون عندنا القطر أحد مضاعفات العدد 7، يعني 7، 14، 21، 28، يعني رقم موجود بجدول ضرب العدد 7، نختار أول قيمة. أما بقية الأرقام نختار ثاني قيمة. نأخذ مثال رقم 1، دائرة قطرها 21 سنتيمتر. جد محيطها، دائرة قطرها 21 سنتيمتر، جد محيطها. أولا نكتب قانون محيط الدائرة يساوي القطر في باي، محيط الدائرة يساوي القطر في باي. الآن بعد ما كتبنا القانون نقول ويساوي القطر، جد هنا عندنا بالسؤال القطر عندنا هنا بالسؤال 21، نكتب الآن 21 في مع القانون، ورا نقول باي يا قيمة ناخذ 22 على 7، لو ناخذ 3 عدد صحيح فارزة 14. احنا ما نعرف إلا من خلال القطر، هذا القطر هو العدد 21. زين العدد 21 موجود بجدول ضرب العدد 7، العدد 21 موجود بجدول ضرب العدد 7، نعم موجود بجدول ضرب العدد 7. إذا لازم احنا ناخذ أول قيمة اللي هي 22 على 7، 22 على 7. الآن مقام العدد الصحيح 1، مقام العدد الصحيح 1، نبدأ بالاختصار. هنا عندنا أكو اختصار بين 1 و 22؟ لا. زين أكو اختصار بين 7 و 21؟ نعم أكو اختصار، اثنيناتهن موجودات بجدول ضرب العدد 7 واثنيناتهن نختصرهن على 7. نقول 7 كم 7؟ بيها 1. 21 كم 7؟ هاي 21 كم 7؟ بيها 3. إذن الآن ويساوي 3 في 22، يعني 3 في 2 6، 3 في 2 6، يعني الناتج 66، و 1 في 1 1، يعني المقام هنا 1. المهم حبايبي الناتج راح يكون 66 سنتيمتر، الناتج يكون 66 سنتيمتر. هذا هو الحل. تلاحظون من يكون العدد هنا القطر، من يكون القطر هو رقم موجود بجدول ضرب العدد 7، إذا لازم ناخذ هذه القيمة.
الآن حبايبي ننتقل إلى مثال رقم 2، وهو صحن دائري طول نصف قطره 11 سنتيمتر. جد محيط الصحن. زين، إحنا محيط الدائرة أو محيط الصحن، المهم هذا الصحن هو شيء دائري. إذا محيط الدائرة إحنا قانونه القطر في باي. زين، إحنا مطينا هنا نصف القطر، كل القطر هنا مطينا، لا مو كل القطر، هنا مطينا نصف القطر. نص شقد؟ 11. إذا كل القطر شقد يعني راح يكون، إذا نصف القطر هو 11، كل القطر شقد راح يكون؟ كل القطر راح يكون 22. كل القطر راح يكون 22، لكن احنا مرات جاي نعرفها تخمين، لكن احنا لازم نطبق قانون القطر. القطر يساوي نصف القطر في 2. لازم نكتب هذا القانون لان عليه درجات واحنا وزاري، لازم نكتب هذا القانون انه القطر يساوي نصف القطر في 2. القطر يساوي نصف القطر في 2. الان هنا عندنا نصف القطر شقد؟ 11 في 2 يساوي 22 سنتيمتر، يساوي 22 سنتيمتر. إذا لازم نكتب إحنا هذه العبارة، حتى لو تعرفون كل القطر شقد تخمين، لازم تكتبون هنا القانون، لأن هذا عليه درجات، هذا عليه نص الحل، والتطبيق قانون المحيط عليه نص الحل. وليش تعوفوا؟ لأن هو سهل، حتى القانون سهل، فاكتبوه على مود تحصلون درجة كاملة إن شاء الله. إذا حبايبي أولا تكتبون هنا مطينا نصف القطر، وإحنا قانون المحيط يعتمد قانونه على القطر ويساوي محيط الدائرة القطر في باي. زين، هنا مطينا نصف القطر، فلازم نطلع هنا القطر الكامل، فنقول نصف القطر في 2. نصف القطر شقد هنا؟ 11 في 2 يساوي 22 سنتيمتر. الآن نطبق قانون محيط الدائرة القطر في باي، القطر في باي ويساوي القطر شقد احنا استخرجنا؟ 22 في، الآن شقد هاي الباي راح ناخذها؟ شقد قيمتها؟ ناخذها 22 على 7، لو 3 عدد صحيح فارزة 14. الآن هذا نعتمد احنا على القطر، نعتمد على هذا العدد، نقول هذا العدد 22 موجود بجدول ضرب العدد 7؟ العدد 22 موجود بجدول ضرب العدد 7؟ لا ما موجود عندنا العدد 22، ما موجود بجدول ضرب العدد 7. إذن لازم ناخذ القيمة الثانية اللي هو 3 عدد صحيح فارزة 14 ويساوي. الآن يشيلون الفارزة والضربون، 314 في 22 طبعا ضرب عمودي راح يكون، الناتج كله راح يكون 6908. نقول كم مرتبة وراء الفارزة بهذا العدد؟ كم مرتبة وراء الفارزة؟ هاي 1 2، نبدي نحسب 1 2، وهنا عندنا راح تكون الفارزة. إذن هذا هو محيط الدائرة 69 عدد صحيح فارزة 8 جزء من 100 سنتيمتر، هذا رح يكون محيط الدائرة. الآن ننتقل حبايبي إلى تمارين 6.1 صفحة 114. طبعا ذني التمارين رح تشوفون أفكارهم جدا سهلة وبسيطة وما بيها أي شيء، جدا سهلة. نبدي بنقطة رقم 1، ارسم نقطة رقم 1، ارسم دائرة نصف قطرها 6 سنتيمتر، ثم جد ألف قطر الدائرة باء محيطها. إذن أول شيء إحنا لازم شو نسوي؟ نرسم الدائرة نصف قطرها 6 سنتيمتر. إذن أولا نفتح الفرجال، فتحة مقدارها 6 سنتيمتر، هاي من بداية المسطرة إلى 6 سنتيمتر، إلى 6 سنتيمتر. إذن نفتح الفرجال، فتحة مقدارها 6 سنتيمتر،
وراها الخطوة الثانية نثبت أحد رأسي الفرجال، نثبت أحد رأسي الفرجال في نقطة تمثل المركز، ونرسم بواسطة الرأس الثاني الدائرة، نرسم بواسطة الرأس الثاني الدائرة. طبعا يا حبايبي الخطوات فقط الخطوتين تكتبوهن، وهذا اني هنا خلت لكم الفرجال والمسطره للتوضيح، يعني انتم مو ترسمون الفرجال والمسطره، لا فقط تكتبون الخطوتين وترسمون دائره واحده، فقط تكتبون الخطوتين وراها ترسمون دائره واحده. اولا نثبت، نفتح الفرجال فتحه مقدارها 6 سنتيمتر، وراها نثبت احد راسي الفرجال، ثم نرسم بواسطه الراس الثاني الدائره. زين الان رسمنا احنا الدائره اللي هي نصف قطرها 6 سنتيمتر. الان نجد الف قطر الدائره، الف القطر يساوي نصف القطر في 2، اذا نصف القطر هو 6 كل القطر ايش قد؟ نصف القطر هو 6 كل القطر ايش قد راح يكون؟ كل القطر راح يكون 12. زين احنا راح نعرف بالتخمين هو 12، لكن احنا لازم هنا نطبق قانون القطر، ويساوي نصف القطر في 2، ويساوي نصف القطر في 2. ايش قد هنا نصف القطر؟ 6، يعني 6 في 2 يساوي 12 سنتيمتر، 6 في 2 يساوي 12 سنتيمتر. إذا لازم إحنا نكتب هذا القانون، القطر يساوي نصف القطر في 2، وقانون جدا سهل وبسيط. باء محيطها، يعني لازم نطبق قانون محيط الدائرة يساوي القطر في باي، محيط الدائرة يساوي القطر في باي. زين إحنا القطر هنا استخرجنا بألف، نقطة رقم ألف اللي هو 12 سنتيمتر، ويساوي القطر هنا ايش قد عندنا؟ 12 في باي. يا قيمة راح نستخدم 22 على 7، لو 3 عدد صحيح فارز 14. نشوف هذا العدد 12 موجود بجدول ضرب العدد 7، هذا العدد 12 موجود بجدول ضرب العدد 7؟ لا ما موجود. إذا نستخدم القيمة الثانية اللي هي 3 عدد صحيح فارزة 14. الآن يشيلون الفارزة والضربون 314 في 12 ويساوي كل الناتج يساوي 3768. الآن كم مرتبة وراء الفارزة؟ هاي 1 2، نبدي نحسب 1 2، هنا عندنا راح تكون الفارزة. إذن محيط الدائرة هو 37 عدد صحيح فارز 20 68 سنتيمتر. هذا هو عبارة عن حل نقطة رقم 1، تكتبون انتو النقطتين وترسمون دائرة واحدة. وحل نقطة ألف عندنا هنا يريد من عندنا قطر الدائرة، احنا مطينا نصف القطر، إذا نصف القطر 6 كل القطر ايش قد؟ 12، لكن احنا لازم نطبق القانون انه نصف القطر يساوي، عفوا القطر يساوي نصف القطر في 2، نصف القطر 6 في 2 يساوي 12، وباء محيط الدائرة يساوي القطر في باي. باي نستخدم القيمة ام الفارزة اللي هو 3 عدد صحيح فارزة 14، لان 12 هو رقم غير موجود بجدول ضرب العدد 7، نضرب يطلع لنا هذا الناتج. دي شوفون أفكارها جدا سهلة وبسيطة. الآن ننتقل إلى نقطة رقم 2، يقول لي هنا أرسم دائرتين لهما نفس نقطة المركز، الأولى نصف قطرها 5 سنتيمتر والثانية نصف قطرها 8 سنتيمتر. هنا هذا جدا سهل وبسيط. الفكرة مالته قبل ما أبدي أكتب الخطوات ونرسم، أول شيء نثبت نقطة المركز، وراها نفتح الفرجال فتحة مقدارها 5 سنتيمتر ونرسم الدائرة الأولى، وراها نفس نقطة المركز، يعني نثبت الفرجال نفس نقطة المركز ونفتح الفرجال فتحة مقدارها 8 سنتيمتر ونرسم الدائرة الثانية. ها هي ذني الخطوات راح تكون، لكن إحنا راح نكتبها. أولا لرسم الدائرتين نقوم بالخطوات التالية، عندنا هاي النقطة اللي هي نثبت نقطة المركز، نثبت نقطة المركز، تخلون هنا نقطة،
نثبت نقطة المركز. وراها شو نسوي؟ نفتح الفرجال فتحة مقدارها 5 سنتيمتر ونثبت أحد رأسي الفرجال أو نثبته في المركز ونرسم الدائرة الأولى. يعني أنتوا هنا تثبتون هذا الرأس اللي بمثل الأبرة هنا تخلوه بالمركز، وبالقلم الرأس الثاني ترسمون الدائرة، لكن لازم يكون البعد هو 5 سنتيمتر. وراها من نفس نقطة المركز، من نفس نقطة المركز احنا يعني نثبت رأس الفرجال وين؟ بنقطة المركز، نقطة المركز، ونشوف لازم يكون الفرجال فتحة مقدارها 8 سنتيمتر ونثبته في المركز ونرسم الدائرة الثانية، ونرسم الدائرة الثانية. تشوفون حبايبي جدا سهل وبسيط. أول شيء تثبتون نقطة المركز، وراها نفتح الفرجال فتحة مقدارها 5 سنتيمتر ونثبته في المركز، يعني ثبته هنا في المركز، ونرسم الدائرة الأولى. وراها من نفس نقطة المركز نفتح الفرجال فتحة مقدارها 8 سنتيمتر ونثبته في المركز ونرسم الدائرة الثانية. واضح حبايبي؟ هذا هو حل نقطة رقم 2. الآن أنتقل إلى مسألة رقم 3. لدينا 3 دوائر جد محيط كل منها. عندنا 3 دوائر لازم نستخرج محيط كل منها. ألف، عندنا هنا إذا كان قطر الدائرة 4 متر، إذا كان قطر الدائرة 4 متر. الآن نبدي حبايبي نحل نقطة ألف لما يكون قطر الدائرة 4 متر. الآن عندنا هنا لازم احنا نستخرج المحيط، إذن وهنا عندنا المحيط قانونه يساوي، إذن هنا نقطة ألف نطبق محيط الدائرة يساوي القطر في باي، محيط الدائرة يساوي القطر في باي. الآن إيش قد هنا عندنا القطر بالدائرة الأولى؟ إيش قد هنا عندنا القطر؟ 4. نكتب هنا 4 في باي، راح نستخدم يا قيمة 22/7، لو 3 عدد صحيح فارزة 14. نشوف هنا هذا العدد 4 موجود بجدول ضرب العدد 7؟ لا ما موجود، إذا لازم نستخدم القيمة الثانية هي 3 عدد صحيح فارزة 14. هنا وكأنه جاي نضرب، نشيل الفارزة ونضرب ضرب اعتيادي اللي هو 314 في 4، راح يكون الناتج 1256. نشوف كم مرتبة وراء الفارزة؟ مرتبتين، 1 2، وهنا عندنا راح تكون الفارزة، إذا الناتج 12 متر و56. انتبهوا على الوحدة، هنا عندكم متر فلازم تكتبون هنا متر، إذا سنتيمتر لازم تكتبون سنتيمتر، الوحدات مطلوبة ومهمة. إذا هذا هو حل نقطة رقم ألف، يعني نقطة ألف اللي هو محيط الدائرة يساوي القطر في باي، هذا القانون لمحيط الدائرة، القطر في باي، القطر 4 في باي النسبة الثابتة اللي احنا حافظيها، يطلع لنا هذا هو الناتج. باء، عندنا باء يقول لنا هاي الدائرة نص قطرها، نصف قطرها 5 سنتيمتر، يعني هنا تلاحظون مو كل القطر مطينة، هنا بنقطة باء مطينة نصف القطر، إذا نصف القطر 5 كل القطر ايش قد راح يكون؟ إذا نصف القطر 5 كل القطر ايش قد راح يكون؟ راح يكون كل القطر 10. إذا لازم احنا نطبق قانون القطر يساوي، لازم حتى لو انتم تعرفون 10 كل القطر لازم نطبق القانون اللي هو القطر يساوي نصف القطر في 2، القطر يساوي نصف القطر في 2. زين ايش قد نصف القطر بالسؤال؟ 5، إذا 5 في 2 يساوي 10 سنتيمتر، 5 في 2 يساوي 10 سنتيمتر. إذا نقول هنا القطر يساوي نصف القطر في 2، 5 في 2 يساوي 10 سنتيمتر. الآن هذا هو القطر، نطبق قانون محيط الدائرة يساوي القطر في باي، حيث القطر ايش قد احنا استخرجنا؟ هو 10 في
باي اللي هو النسبة الثابتة، ايش قد راح نختار 22 على 7؟ لو 3 عدد صحيح فارز 14، نقول هذا القطر اللي هو العدد 10 موجود بجدول ضرب العدد 7؟ لا مو موجود، اذا لازم نستخدم القيمة الثانية هي 3 عدد صحيح فارز 14 الان، وكأنه احنا جاي نضرب 314 في 10، نقول اول شيء الصفر ينزل وراها 1 في 314 يساوي 314. الآن كم مرتبة ورا الفارزة؟ هاي 1 2 1 2، وهنا عندنا راح تكون الفارزة. الآن بما أنه هذا الجزء العشري صفر، يعني ما إلى أي قيمة، يعني الناتج يساوي هنا عندنا 31 عدد صحيح فارزة 4 نا سنتيمتر. ليش هنا سنتيمتر؟ لأن هنا الوحدة سنتيمتر. هذا هو حل نقطة باء، هذا هو حل نقطة باء. طبعا حبايبي انتم من تريدون تكتبون المسألة فقط رقم المسألة، يعني نقطة ثلاثة، يعني مو تكتبوها ككتابة المسألة، فقط الحل، فقط احنا نكتب الحل، يعني نقطة رقم ثلاثة ألف والحل، هذا باء والحل هيجي. الآن ننتقل إلى نقطة جيم، وهو نصف القطر الدائرة الثالثة نصف القطر إلها متر. إذا كل القطر يعني شقد؟ إذا نصه 1، نصف القطر 1، كل القطر شقد راح يكون؟ سهلة هنا، نصف القطر 1، كل القطر راح يكون 2، لكن إحنا لازم نطبق هذا القانون اللي هو القطر يساوي نصف القطر في 2، نصف القطر عندنا 1 في 2 ويساوي 2، ويساوي هنا تكتبون 1 في 2 يساوي 2 متر، يساوي الآن 2 متر. الآن هذا هو القطر، فإحنا يريد من عندنا جد المحيط، إذا محيط الدائرة يساوي القطر في باي، محيط الدائرة يساوي القطر في باي، حيث القطر شقد إحنا استخرجنا؟ 2، ويساوي 2 في باي. يا قيمة احنا ناخذ 22 على 7، لو 3 عدد صحيح فارزة 14، نقول هذا العدد 2 موجود بجدول ضرب العدد 7؟ لا ما موجود، اذا لازم ناخذ القيمة الثانية هي 3 عدد صحيح فارزة 14. الان وكأنه احنا جاي نضرب 314 في 2، نقول 2 في 4 8، 2 في 1 2، 2 في 3 6، يعني الناتج 628. كم مرتبة ورا الفارزة؟ هاي 1 2 مرتبتين، 1 2، وهنا عندنا راح تكون الفارزة، هذا طبعا متر، 6 متر و 28. الآن حبايبي مسألة رقم 4، عجلة قطرها 35 سنتيمتر، ما المسافة، يعني هذا كل القطر، انتبهوا هذا كل القطر مو نصف القطر، منطيكم قطرها هو شقد؟ 35 سنتيمتر. يقول لنا ما المسافة التي تقطعها العجلة إذا دارت دورة كاملة، يعني تدور منها دورة كاملة العجلة، ويقول لنا أيضا ما المسافة التي تقطعها إذا دارت ثلاث دورات. إحنا المطلب الثاني اللي هو إذا دارت ثلاث دورات سهل، ليه سهل؟ لأن لازم إحنا نستخرج المطلب الأول هي المسافة إذا قطعتها دورة كاملة ونضربه في ثلاثة نستخرج المطلب الثاني، إذا لازم إحنا أهم شيء نستخرج المطلب الأول هي المسافة التي تقطعها إذا دارت العجلة دورة كاملة. زين، عندما تدور العجلة، هاي العجلة من تدور دورة كاملة راح تقطع مسافة تساوي المحيط، من تدور العجلة دورة كاملة راح تقطع المسافة تساوي المحيط. إذا هنا نطبق قانون محيط الدائرة، لكن أول شيء لازم نكتب عبارة، وهي عندما تدور العجلة دورة كاملة سوف تقطع مسافة تساوي محيط العجلة. إذا الآن نطبق محيط العجلة يساوي القطر في باي، محيط العجلة يساوي القطر في باي. إيش قد هنا عندنا القطر؟ 35 ويساوي 35 في باي. يا قيمة راح نستخدم؟ 22 على 7، لو 3 عدد صحيح فارزة 14، نشوف هذا العدد 35 موجود بجدول ضرب العدد 7 لو لا؟
هذا العدد 35؟ نعم، موجود بجدول ضرب العدد 7، إذا لازم ناخذ قيمة 22 على 7. الآن مقام العدد الصحيح ايش قد هنا عندنا؟ 1. الآن اكو اختصارات بين 1 وال 22؟ لا. بين 7 وال 35؟ نعم، اثنينات الموجودات بجدول ضرب العدد 7. نقول 7 كم 7؟ بيها 1. 35 كم 7؟ بيها 5. الآن نبدي نضرب 5 في 2 10، 0 باليد 1. 5 في 2 10، 1 باليد يساوي 11، يعني الناتج 110 سنتيمتر. 110 سنتيمتر. إذن هاي إحنا استخرجنا المسافة التي تقطعها العجلة عند الدورة الكاملة. شلون استخرجناها؟ لأن قلنا من تدور العجلة دورة كاملة راح تقطع مسافة تساوي المحيط، راح تقطع مسافة تساوي المحيط، فنطبق محيط العجلة أو محيط الدائرة راح يطلع لنا الناتج 110. زين، بعد وراها يقول لنا ما المسافة التي تقطعها إذا دارت ثلاث دورات؟ مجرد عندنا المسافة التي تقطعها إذا دارت العجلة ثلاث دورات، يعني المحيط اللي احنا استخرجناه في 3، يعني هذا الرقم في 3. المسافة اللي تقطعها العجلة إذا دارت ثلاث دورات، المحيط اللي احنا استخرجناه في 3. المحيط ايش قد احنا استخرجنا؟ 110 في 3 ويساوي الصفر ينزل 3 في 11 يساوي 33، يعني الناتج 330 سنتيمتر. الناتج 330 سنتيمتر. هذا هو حل نقطة رقم 4. مجرد أولا نطبق قانون محيط الدائرة أو محيط العجلة، يطلع أن هذا الناتج من نريد نستخرج المسافة التي تقطعها ثلاث دورات، يعني نضرب الناتج في 3. زين، إذا 4 دورات يعني نضرب الناتج في 4، وهكذا. تشوفون أفكاره جدا سهلة وبسيطة. هاي بالنسبة لحل نقطة رقم 4. الآن حبايبي ننتقل إلى نقطة رقم 5. استعمل مصطفى حبل لتكوين زخرفة مكونة من نصفي دائرتين. تشوفون هنا من نصفي دائرتين، يعني مو دائرة كاملة، مو دائرة كاملة، هنا نصفي دائرتين. طول قطر الدائرة الأولى 49 سنتيمتر، وقطر الدائرة الثانية 28 سنتيمتر. ما طول الحبل؟ احنا هنا على مود نستخرج طول كل الحبل، على مود نستخرج طول كل الحبل، لازم نستخرج شنو؟ محيط. زين، هنا محيط الدائرة الأولى والدائرة الثانية. زين، هل هي دائرة كاملة هنا؟ لا، نصفي دائرة. إذا على مود نستخرج طول الحبل، على مود احنا نستخرج طول الحبل، لازم أول شيء نقول طول الحبل يساوي نصف محيط الدائرة الأولى زائد نصف محيط الدائرة الثانية. على مود نستخرج احنا طول كل الحبل يساوي نصف محيط الدائرة الكبيرة أو الدائرة الأولى زائد نصف محيط الدائرة الثانية أو الدائرة الصغيرة. إذن هنا طول الحبل يساوي نصف. ليش هنا مو كل الدائرة؟ لأن هنا مكتوب نصفي، فلازم هنا نكتب نصف، يعني 1 إلى 2، 1 على 2، نصف شنو؟ محيط الدائرة الكبيرة زائد نصف محيط الدائرة الصغيرة. الآن لاستخراج طول الحبل، طول كل الحبل هو عبارة عن نصف محيط الدائرة الكبيرة زائد نصف محيط الدائرة الصغيرة. الآن هذا النصف عندنا ينزل محيط الدائرة الكبيرة، يعني نكتب قانون المحيط، هنا نكتب في المحيط شي يساوي قانون القطر في باي، المحيط يساوي قانون القطر في باي، زائد تنزل هذا نفس الشيء النصف قانون محيط الدائرة أيضا في القطر في باي، قانون محيط الدائرة القطر في باي، وهذا النصف إحنا لاستخراج طول الحبل. طول الحبل يعني هنا نصف القطر في باي وهنا نصف القطر في باي. الآن طبعا هنا
هنا نخليه ذني بين قوسين وهنا نخليه بين قوسين، ما يصير هيك كلها نخليها، لازم هنا نعزل، لازم هنا بين قوسين هذا الجزء الأول وهذا الجزء الثاني، هذا يمثل نصف محيط الدائرة الأولى وهذا يمثل نصف محيط الدائرة الثانية أو الدائرة الصغيرة. الآن ويساوي هذا النصف ينزل في تنزل قطر الدائرة الكبيرة شقد أو الدائرة الأولى هنا 49، إذا نكتب هنا 49 في النسبة الثابتة اللي هو باي، نستخدم يا قيمة 22 على 7 لو نستخدم 3 عدد صحيح فارزة 14. هنا نقول هذا العدد 49 موجود بجدول ضرب العدد 7 لو ما موجود؟ نعم موجود بجدول ضرب العدد 7، إذا لازم ناخذ قيمة هي 22 على 7، خليين بين قوسين الزائد تنزل. هنا قبل ما نخلي هنا مقام العدد الصحيح 1 زائد هنا عندنا نفس الشيء ينزل النصف في القطر شقد عندنا للدائرة الثانية أو الدائرة الصغيرة هنا شقد هنا عندنا 28 هنا عندنا 28 إذا القطر هنا 28 في باي يا قيمة بما أنه العدد 28 موجود بجدول ضرب العدد 7 إذا ناخذ قيمة 22 على 7 ومقام العدد الصحيح 1 ولازم نخليهن بين قوسين. الآن أكو اختصارات نختصر، أكو اختصار بين 7 والتسعة وأربعين، نعم اثنيناتهن موجودات بجدول ضرب العدد 7، هاي بيها 1 هاي بيها 7 زين. أكو اختصار بين 22 والواحد؟ لا. أكو اختصار بين 22 والاثنان؟ نعم أكو اختصار بين 22 والاثنان لأن هذا بسط وهذا مقام، أكو اختصار نقدر نختصر. اثنيناتهن على العدد اثنان، اثنيناتهن يقبلن القسمة على العدد اثنان، نقول اثنان كم اثنان؟ بيها 1. 22 كم اثنان؟ بيها 11. الآن نجي على هاي الجهة نفس الشيء، طبعا هنا نكتب 7 في 11، 7 في 11 يساوي 77 زائد نجي على الجهة الثانية، هنا عندنا أكو اختصار بين 7 وال 28؟ نعم لأن اثنينات الموجودات بجدول ضرب العدد 7، فنقول 7 كم 7؟ بيها 1. 28 كم 7؟ بيها 4. الآن أكو اختصار بين 22 وال 2؟ نعم اثنينات الموجودات بجدول ضرب العدد 2، 2 كم 2؟ بيها 1. 22 كم 2؟ بيها 11. الآن هذا كله 1 في 1 1 كل المقام 1. 4 في 11 يساوي 44 ويساوي الآن نجمع 77 زائد 44 يساوي 121، هذا سنتيمتر طول كل الحبل، هذا سنتيمتر طول كل الحبل. واضح حبايبي؟ إذا الآن أعيد بشكل سريع لاستخراج هذا، هذا هو الحبل، لاستخراج طول كل الحبل، لاستخراج طول كل الحبل. هنا عندنا نقول هنا مطينا نصف دائرة مو دائرة كاملة، هنا مطينا نصف دائرة، إذا لاستخراج طول الحبل نقول هنا نصف محيط الدائرة الكبيرة أو الدائرة الأولى زائد نصف محيط الدائرة الصغيرة أو الدائرة الثانية. الآن يعني هنا النصف ينزل محيط الدائرة شقد هنا نطبق القانون، يعني القطر في باي زائد نصف تنزل مع القانون، وهنا محيط الدائرة قانونها هو القطر في باي زين. هنا عندنا النصف تنزل القطر شقد للدائرة الكبيرة 49 في النسبة راح نختار 22 على 7 لأن هذا موجود بجدول ضرب العدد 7، نختصر على 7 هاي بيها 1 هاي بيها 7، هنا نختصر على 2 هاي بيها 1 هاي بيها 11، وراها هذا كله 1، 7 في 11 يساوي 77 زائد هنا عندنا النصف ينزل قطر الدائرة الثانية شقد هنا 28، نكتب هنا 28 في النسبة نختار 22 على 7 لأن العدد 28 موجود بجدول ضرب العدد 7، نختصر بيها 4. هنا عندنا الاثنان واثنين وعشرين ايضا نختصر. الان هذا كل المقام واحد، البسط راح يكون 1 في 4 4،
أربعة في 11 يساوي 44، ويساوي هنا نجمع 77 زائد 44 يساوي 121 سنتيمتر. هذا كله طول الحبل. واضح حبايبي؟ فكرة جدا سهلة وبسيطة. والآن ننتقل حبايبي إلى مسألة رقم 6. بحيرة دائرية الشكل نصف قطرها 21 متر، أحيطت بسياج معدني بكلفة 99,000 دينار. ما كلفة المتر الواحد من السياج؟ إحنا على مود نستخرج كلفة المتر الواحد من السياج لازم نستخرج محيط كل السياج، لازم نستخرج محيط كل السياج ونقسمه على التكلفة على مود يطلع لنا كلفة المتر الواحد، على مود نستخرج كلفة المتر الواحد. إذن الآن سياج البحيرة هو نفسه محيط البحيرة، السياج المعدني للبحيرة هو نفسه محيط البحيرة. إذن نطبق قانون محيط الدائرة وهو يساوي القطر في باي. محيط الدائرة أو محيط البحيرة، هنا عندنا بحيرة دائرية، إذن هنا محيط البحيرة يساوي القطر في باي. الآن هنا مطينا، ما مطينا القطر كامل، مطينا نصه، نصف القطر مطينا. الآن نصف القطر، نصف القطر ايش قد هنا؟ 21 متر. إذا لازم نستخرج احنا القطر كامل. إذا نصف القطر 21، كل القطر ايش قد؟ كل القطر راح يساوي 42. نطلعه هنا من خلال القانون، نقول القطر يساوي الآن نصف القطر في 2، نصف القطر في 2. الآن ايش قد هنا عندنا؟ نصف القطر 21 في 2 يساوي 42 متر. اذا الآن احنا استخرجنا القطر، نطبق القانون وهو القطر ايش قد هنا عندنا؟ القطر في باي. القطر 42 في باي، يا نسبة راح ناخذ 22 على 7، لو 3 عدد صحيح فارز 14. نشوف هذا العدد 42، بما انه هذا العدد 42 موجود بجدول ضرب العدد 7، اذا ناخذ القيمة اللي هي 22 على 7. ما ننسى مقام العدد الصحيح هو 1. الان نبدي نختصر اثنينات الموجودات بجدول ضرب العدد 7. 7 كم 7؟ بيها 1. 42 كم 7؟ بيها 6. الان 6 في 22، 6 في 2 12، 2 باليد 1. 6 في 2 يساوي ايضا 12، 1 باليد يساوي 13، يعني الناتج 132 متر. هذا هو محيط البحيرة، هذا هو محيط البحيرة. الان على مود احنا نستخرج كلفة المتر الواحد، لاستخراج كلفة المتر الواحد شو نسوي هنا؟ نقسم كل هذا العدد اللي هو كل السياج كان بكلفة 99,000 دينار. تقسيم هذا العدد اللي هو 132 اللي هو المحيط، ويساوي طبعا هاي القسمة هنا راح يكون الناتج 750. الناتج راح يكون 750 دينار. 750 دينار هو كلفة المتر الواحد. 750 دينار كلفة المتر الواحد. أعيدها حبايبي، هنا المسألة، مسألة رقم 6، عندنا بحيرة دائرية نصف قطرها 21، أحيطت بسياج، يعني هنا سياج البحيرة هو نفسه محيط البحيرة، هو نفسه محيط البحيرة، سياج البحيرة هو نفسه محيط البحيرة. لاستخراج كلفة المتر الواحد لازم نستخرج كل المحيط، محيط البحيرة، ونقسمه على كل التكلفة على مود نستخرج كلفة المتر الواحد. إذا قلنا إحنا سياج البحيرة هو نفسه محيط البحيرة، ومحيط البحيرة وبما أنه البحيرة دائرية فيساوي القطر في باي. القطر إحنا هنا مطينا نصف القطر، إذا كل القطر إيش قد؟ راح يكون 42، طبعا نستخرجه من خلال هذا القانون. نصف القطر يساوي هنا، عفوا، القطر يساوي نصف القطر في 2، نصف القطر 21 في 2 يساوي 42.
الآن إذا هذا القطر في النسبة الثابتة يستخرج لنا القانون اللي هو 132 متر. كلفة المتر الواحد نقسم كل التكلفة تقسيم المحيط، كل المحيط نستخرج كلفة المتر الواحد اللي هو 750 دينار. واضح حبايبي؟ إذا إلى هنا حبايبي ينتهي الدرس، وألقاكم في الدرس القادم، وأتمنى لكم كل التوفيق ومع السلامة.